يهندسون الأزمات المالية لإفلاس البنوك والشركات وينهبون ثروات الأرض. فهيا بنا لنعرف كيف فعلوا هذا. عمل المصرفيون على هندسة أزمات مالية عبر التحكم في نسبة الفائدة ووفرة المال المطبوع وعبر معاملات بنكية فاسدة تؤدي إلى حدوث أزمات مالية ضخمة تتسبب في إفلاس كثير من الشركات والبنوك والأفراد. فيتدخل هؤلاء المصرفيون للاستيلاء على الممتلكات بأثمان بخسة كما حدث في 2008. المرحلة الأولى هي أشبه برمي صنارة السمك في الماء. المرحلة الأولى تتمثل في ضخ كميات كبيرة من المال أو الوحدات النقدية في سوق التداول. تجري تلك العملية بخفض معدل الفوائد من خلال منح الكثير من القروض. هذا هو الجزء من الدورة الذي نسميه الازدهار. يتوافر الكثير من المال بين أيدي الناس، وهذا يولد الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتزداد فرص العمل، وكلما أنفقت كميات أكبر من المال ازداد الطلب على البضائع، فتضطر الشركات إلى الحصول على المزيد من القروض من السيولة النقدية لزيادة إنتاجها. تزداد ثقة الناس بمسار حياتهم اليومية، ثم يبدأون بتغيير اللعبة ويسحبون الصنارة من الماء، وبذلك يرتفع معدل الفائدة، فيبدأ الطلب على القروض بالانخفاض بسبب القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على كل حال. تبدأ مداخيل الناس بالانكماش نتيجة الفوائد المرتفعة، وينخفض التداول النقدي في شراء الأشياء، وفجأة ليس هناك وفرة من المال للتداول، ونتيجة لذلك تنخفض عملية الشراء. تبدأ أرباح الشركات بالانخفاض، وهذا يؤدي إلى فصل الموظفين، وتأخذ الواحدة تلو الأخرى بالإفلاس. يبدأ الناس بفقدان وظائفهم ولا يعودون قادرين على دفع القرض الذي حصلوا عليه من رهن المنزل الكبير الذي ابتاعوه أثناء الطفرة المالية. فتبدأ المصارف الآن بسحب خيط الصنارة الذي رمته، لأنه عندما يبدأ الناس والشركات بالإفلاس تزداد ثروات المصارف بسبب الملكيات والأراضي والمصادر التي رهنها الناس لها لإقراضهم مجرد أرقام على الشاشة. وحقيقة ما يحدث هي أن ثروات العالم الحقيقية تسرق وتكدس في خزائن قلة من طغاة رأس المال. ولإتمام السيطرة هندس الأزمات المالية الدولية التي تسببت بإفلاس الأفراد والبنوك والشركات الصغيرة، فاستولوا على ممتلكاتهم، وبهذه الأموال الطائلة نهبوا الثروات الحقيقية مثل الأراضي والذهب والبترول، بل وبحيرات الماء العذب، وهكذا سرقوا البشرية وسيطروا على العالم.